إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيه يعقوب لبضب وحي لدردار من عروته وتربية الأولاد وحي لدردار من المهور وحي امتحان قال عروته وعيد الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إبراهيم يعقوب وحي أدر دار من عروتون إسلامي أدر دار من أو وحي كي رهدين ويلش أني عرورت أنيو إلهي سبحانه وتعالى الدين بو إذين دورت حد مننا أذنكم مسلمين هاي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ودردارا أي أنبياء ودردار ما يعني عرورته له نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام امتحان بوحك قال الميسة مركي جيرو أطمي أو أركيين ودي مرة عرورتي سواء امتحان وحكو اتحامي عقيدة ذوذة يوحي آمسين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآية الله سبحانه وتعالى وحلي ما واحد أهيدين كبا حاضرة أو جوغا مركي غيري ذا يوصى حاضرة يعقوب أو عرورتي سأكويري ما تعبدون من بعدي ورانيقا هدان انت عرورتي ذي ومحل عابودي سان كذا شيء waxay tusinaysaa in caruurta waxay aaminsan yihiin caqiidadooda in la daneeyo la baaro la ogaado inay muhiim tahay oo ilmuhu kaliya aan la dhihin maxay cunaan iyo maxay cabaan hal goobo oo hal raadin ma taabuduna min baadi gadaashayda maxaa caabudaysaa waxay yiraahdeen waxaan caabudaynaa ilaaha adiga aad caabudo iyo macbuudkaaga iyo aabayaasha ibraahim iyo isxaaq ilaaha ay caabudi jireen ayaan caabudaynaa rabbigaasan u hoggaansamaynaa جواب في عم بيكون جوابه لكن ماشي أوسع أنا وحي تاعي كورقب كعروت الله جور ما ماشي أقصر يعقوب عليه الصلاة والسلام المهي سؤاله ويديني إن الماء مرت لو رأسته أبها أما هو يلو أي وقت سيا لش كيستان وحي قلبنا مرك أمي سيء هنا أي كصحان وحيا أبها أخلاق حمد الله اللي غيا بإن الماء كلا كسوق قالان كوانيان وكوعي جليان ومهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري إن عرورتي سيريركي سأو صلاة أمره وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أمر أهلك يريرك على صلاة أمر كن الصبر نبي محمد وواجب والدك ساره إن عرورت صلاة الله أمره حاسك يريرك صلاة الله أمره أو لولد على الصلاة نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وحكت المامك أمانة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وحو أهامد غير كيس أمر صلاة والزكاة أي أمر جري وحيالها صلى الله ولا ليال وحين تسنيان أهمية أي لا وهي والدين تأني عرورته ذا بنيان هذه تأني أدعيان إيو هذه أي تأني وناء جفران إيو هذه أي تأني أدر دارمان انتبه موضوع عمرك كل سابسا عرورته إلا تربية يو ساعة عرورت الله تربية كرا تربية وناكس حقيسة كبلابتا تربية وناكسا marka koowaad waxay ka bilaabataa aasaaska guriga in la hagaajiyo ninka ragga markuu rabo inuu qoys iyo reer aasaaso ujeedadiisu ay tahay inuu ilaahay awlaad wanaagsan siiyo waa inuu aasaaska guriga hagaajiyo waay aasaaska guriga waa ikhtiyaaru zawja waa xaaska aad guursanaysid doorashadeeda marka koowaad oo damacdi ina reer dhisto waa ina iska fiiriso gabadha aad nolosha la wadaagayso marka koowaad tarbiyada caruurta halkaas ay ka bilaawdaan ayagoon dhalan ayaa waxaa la rabaa ina ugu gal xaarto
واختيار الزوجة الصالحة قبر وناكسن والدين أهان وناكسن إن دورت أو قبر والباهي هذا سبوت سن أما قروح كلية أنا وحكر هذه سيد الرجع قار هذا الوي تحامل دين مفيرنا يو أخلاق مفيرنا يو عليا سيد أم أطالا سيد أم أطالا صفات كأسيق أو ربي هذه الله وصفه يو سيد على آن وسقطوريا بري مركي عروري مادان أو أولاد ماشى أسكر له شامة أيضا الله سلعنا ذا يلك رتجي يا المهر وضع يعمل دبات ضمك حقيقة بالله تضيع عاد عرورته مركو هو الرسول الله فيرسن أساس كرك نبي صلى الله عليه وسلم أرنت سوى نوبوري مرك قويس لا أساس يو إن قويس كسوانا قل قدرته أو جوري إنك أوديس يو وانا قدرته نبي هو بوري صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أو بخاري ومسلم لفظه أي وريين رسولك صلى الله عليه وسلم أحير تنكح المرأة لأربع قبل أفر بالو بورسدا أفر الرمو درت أي رجو أنت بدن قبلها بورسدا وحلو بورسدا لجمالها قروح ويبورسدا قبل قروح ويبورسدا ولحسبها ضدك يكسو الجيدة يا رهير كي كبلتن والو بورسدا ولمالها مال كي ينتدي هستتان والغور سدا ولدينها اي دين كذا افر ويصاما افر تاس ايا غبدا لو دورتا لكن افر تمي دو نو دوراي نبي صلى الله عليه وسلم و هو يري فظفر بذات الدين تريب يمينك وروحت كدغتا اول قبصتا مد الدين كو صاحبك مدغتا دو بورودي وا بورين يدير غلين وا مد الدين تلا قبصو هذا يسكو خا خلافان ميد قرحون اي ميد دين لميد دين تلا دورو ميد حسب لي نصب له اما منصب له اي ميد دين لميد دين تلا دورو ميد قرحو ميد مال له اي ميد دين لميد دين تلا دورو فظفر بذات الدين تري بد يمينك وحديث كلا النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا دو متاع ونولول يرو راحله لو نولانيو لكن وحا أخير بلا نرشى الدنيا ذا قبضة صالحة دا المرأة الصالحة المرأة الصالحة وامد دامرك حديث كالو نبي كفصر عليه الصلاة والسلام المرأة الصالحة وحا ويبويري مد هداد في رسك فرحات قليسا هدي الأمرتك أطيع له أو أمرك أغييش هداد مقنت هنا نفت هذا إيا مال كذا وكوحة في الدرا قبضة سوايبويري المرأة الصالحة يعني قبر دين له أخلاق له دورسون أو فواحش حماني فساد أردن كدورسون نين كذا أطيع ذن مخالفة هين ومن هذو نين كفيريان فرحات قلين إيسا هذو وحفران وحو فريي ليسا مدى سدحادنا وهذو مقايا هاي قوري جيسا إرهير كيسا إنا وناك وقدم بين إيسو تاس النبي وحقوت المام عليه الصلاة والسلام إن يتهي خير النساء دمر كمد هو خير كبضوع صفات كمر كنوع عاس وناجع أيال ربانن كرجع إنه قبل خذوه النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم يراد من سعادة المرء قفك سعادة يسأيو وناجي سواح كمد أما وناج يعني سعادة اللي بانت قفك أفر وايبو أفر تاس وح كمد المرأة الصالحة كبر ونفس شقا وضع يقول درضة اللي بان درضة أيضا وح كمد المرأة الصو كبر نحن قيس يعني غير كحن حديث صلى الله عليه وسلم أبورنا يا صلى الله عليه وسلم كبر وناجي وحيتا هايضو ومدرسة عروت إكسو بحار عروق مركو رشو إلا أسوكر يقعان تهايضو كتيرا قفك أغوبة دان إسكور قبان أما إسوك يهين أما مانتور دان أكل ميان هايضو أبو حلقية وصلاح دين وكالله أبين كنسو هايضو لكن عروق مركو سان قابو حديد دوكسيل لقيو إيا هدو مدرسة لكتبا مروال بوح ولصو نغضوح وكل صو نغونا يا هويضا مركا كوان نغف قدير يا هويضا قرر جوكت حدي هويضا تهميد ليلتا وعن صلاة بتوكا وهاسي بلاي قرر كل قيسانيسا وعيدي أفلام أي داوانيس
أو ما أنتون بره بوشدة إذا احتاله علم وحيسو صار يساتار كصلاة يا أخلاق اللهين فين كان أيضا الدولة أباها مسكين كان دمالك أنه مغيا بريس ورادين أيه علم فجارة أصاب حاي اللي إن أساس كبرجة أياليتة لكن مركيتا هويو هويو ونفس عنق وحياري كأرتوا كعنان النسان وحبي أشياء جيسا قرآن كأنه برتي كبرين جيسا صلاة وقت يده هدي لجاري الله ده مساجد كأد نركي سئي ولبس كيسة كورقبة جيسا نرش كيسة كورهاي نسا أكالم وين مركي أود وين أي وحوتها أبا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحأد كبرين يا مركي لجورسنا يين وناقو الغضاض وحيابها كلا جبر وناس إن لا دورت لهم بورنا وحيتها جورج إنو لصناعه أو سندمين وحقيب وإن كقاضنا يا أبيه هاي هذا دو وناسين عرورتنا مركي كده حدا شان لبو والد أو حرير كده في عيا اسم الله إسأطاع ولا جوجا المهسي وحي أبدينه المو أنا كتر بيو بين النقطة محايا الهاي ذي أبوه وضد مدايسن ونم مدايسن المو هذا هجاجيا لكن هاي اللي إذا تمركوا جورسلو، خلاف كبتر، ولا سمغلي واي، وحقدم بينك السماء كروامة، وإن لك على تغو، هدي لك على تغو وكان سيد رئيسا، عروت هذا هاي ذو كقادنا، وأذكت هاي هاي لا أنا لا كورس، هدي هاي ذا عصي سنة هاي ذي مدي فاسدة دايدو، أو عفز هذه نس، بل وحلا جي يا مركي أبي هاي ذو كلا تغان هاي ذو كلا تغان، وأنا جهدو أبوه الربو. هويه ضايده كحمين يس إني الماء حمان تودرته أي ترى أبيه صان كحمين عيا وين بعض عين بلا مركو دكس قران جينا كسرت هدوق جي مساجد كحيرة إني ترى ما ي كصوب بع مساجد كماشى كلاات ماشوا أبوه الآلو عكس جذي الآليس المي عقدة جليس هوي أبا الله الله ما ي دعاه شم إسكسور جذو دحيا وحين قرن يسمرك عنق إنه نيت جبه إنه فسهاده إنه عيال صونه لذلك مركه على أساس كهجاجي سجور جاود الصناعي سقويس كأو صعبور بورين مركه على كفيرس وامد النبي بورين يا حديث هذا عن شجني رسولك عليه الصلاة والسلام أبو بورين يا وين أرين طلبات تربية عروت ولا يا وحيتا إن المها لغو كوريو رزق حلالا الماء الحاران تلقى إلى عليه معايا الماء حاران لغو بربارية وانا كإمام ماي اللي جيركو دوحو كوكوري حاران بو كوكوري جيركو دو حاران بو كوكوري الماء قادة حاران كو برباريسو حاسكا قادة حاران سيسو حاران آتكو قوديسو قوري قاسي قوري بركيسان ماي قوري بلايي فزاد كسو سعضو آبها واجب كسارنا مركا وحيتاها عرورتي سينو كسب أوس وكسب يمالك بالأهان وسينا يو إنه إلهي وقبض سبحانه وتعالى أو هنتي حلال يمال حلال أورادي علمه سيرك سينو حارانك إلالي وحول عليها تربية كقيم قادنا يا علمها أنت يريهين إن دين تلبر عنو جمرك وين هذا أذى كل أكاد أما قف وين أو نغضر وحكم بدلك لا بقف وسمن باتين ولا تشي يعني كذا حي انا ولا تشطان با يعني كذا حي سو حلقه يا مركز انو كيراد ابا نوين باناي فرايقات لكن انتو يري علماء وحي كنتو ساليا جيت كبايا لا مها جيت كمر وحا جرت للليحين كرو دنكا درت ادو ويي كرت يا مر جيت كمركو ويناو او نوقنايو تيرر او نوقنايو وح ليخي كرا ايسن جيل عنو غدو كرواتيد كا سو كلي وح ويي كرا ملا لكن مركو يري هلامه ولا مديا جيت كلامه يسا أو مر بدين عدو الله حين كتير مركو عنو جيري هنا هو جاميه سؤال تقول أبوه في سنية هايده في هايده في سنية إن مركو الغتر بيا القرآن كبر شريس أو دوس القرآن لجوي إنتو يري كلام كلاه الله برا لجع ليسيو مسجد كالوحيره صلاة الله أمر الله فرو تعالى كوا كهرية والد كإنه والد أيه لفت الكود كده دار صلاة guriga haduu yahay guri salaada looga dadaalo caruurtana salaada la farayo ilmahaasi salaada inay daneeyaan ay ku barbaarayaan laakiin hooyadu hadii san tukan aabuhu san salaada tukan masajidka aan aabaha lagu arkaynin meel akhyaar joogta aan lagu arkaynin ilmuhuna dariiqa waalidkay raaciya
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وحليا فساد كعرورتا انت بدن روحو كيما دنك ابياش الماء اني فسهادان او اي لومان غالبا دنك هويدا وحا اوغ بدن دنك ابا وحانا سبب ابو يراد ابن القيم رحمه الله تعالى اني ساهماليو ابوه اما اوسن دنين انو المها برو الهي وحو كواجبيي وحي الهي كحرمي دينت الاسلام كبرشده انو سن كولا دال تاسا وحي كينيسا اني عرورتو فسهادا الا وجاهل عنقي وحو ما يقانو اخياركم حرنا دد وناكسن كما حرنا ودقل دم قاديا المها مرك ان خيرك لوو ييرو وحي لا قول يا فعل ابوها دو يراد وري ارض مساجدك اد اسغان او بيبت اسك فديو او مساجدك ايمانين اد كعاد لاد كليه فوا في ادي اب ما كو دحو ليه نفتك سوا كدربيه فديا ما لانك دبان ادو دربي كلا فريسناي لكن ابوها دو لي وري صلاه سو اد صف كهورن او هوراي عنقاسي وحو فيرسناي ابي وحو سلي مساجد هدو كا وايو وا ايده سنه aabuhu waa nin wanaagsan masaaq uga horeeya waxa aabuhu sameeyay inay wanaagsan yihiin buu aaminayaa harto waxa la rabaa waalidinta inay ficilkooda ayaga hagaajiyaan marka koowaad marka labaadna caruurta ay wanaaga faraan lidalika nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri muru awladakum bis salati wa hum abnaa sab'i caruurtiina salaada fara markay 7 sano jiraan cunugu 7 haduu gaaro waxa la leeyahay da'daasi sinu tamyiiz baa loo yaqaan ودأذا إلمه أي وحكى لصواعان أما إي قاريان إنه وحكى لصواعان دأذا سمرك إلمها قاران صلاة ده الله أمره وضربوهم عليها وهم أبناء عشر طبعا صانوا عرورت هذي قاران نها لغو قراعوا طبعا جير أن تكنين وإن لغو قراع صلاة دون لغيين صلاة الله طبعا جير ما قان قارين ولي إلمها قان قار هذي سنهين مكلفين معه لكن صوت الله فرأي محيطها إني تكذان أمركم أيبو كوة جهية مس والدك أمرك والدك كوة جهية والدك نوحى الربع عرورت إني أمرك رسولك عليه الصلاة والسلام أي كفليان صوت الله يليان وحيطها عنو بوحى الربع أنتو سنغان قارم إنو عبادة الله قبصر إنو مسجد كبرتو صلاة دبرتو مسجد كحر ناضو برمركو قان قارو دريق والدك كسو تربية بوكسي سعرايا لكن asigoo yar hadaan salaadi la barin barri markuu qaan gaaro waxa laga yaabaa inuu diidaba salaadi inuu tukadanin weyn boo noqdo meesha waxa rabaa inaan ku baraarujo waalidiin badan oo markaad aragto ayaga ku fiican salaada salaada subax oo soo kalahaya waxa laga yaabaa adilka koowaad aabahaas inuu masaa'ib yimaado laakin guri wuxuu uga soo tagay 15 jir aan tukanin ama salaada aanu soo kacin salaad marku ka buuxo kadib gurigu ku noqonaya wali waa hurdaya waxa laga yaabaa inuu san salaad ku baraarujin ama wariya salaad u soo kacantay ila iskaga tago waa mas'uuliyad waajib waa ka saarno dayacay inaad marka adiga masjidka u soo hormarto cunu gaagina salaada uu ka jiifo waa mas'uuliyad waajib ilaahay ku saaray subhana wa ta'ala oo aad dayacaysaa wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam aabuhu inuu mas'uul ka yahay gurigiisa aakhiran la weydiinayaa mas'uuliyadaas waan weydiinayaa waxa lagu weydiinayaa caruurtaada tarbiyada aad tarbiyeysay mas'uuliyadii ka saarnay salaadii ma fartay ilaahi subhanahu wa ta'ala taa'adii sama amartay waa su'aal ku taala way su'aashaasi haddaan marka hore iska hagaajin caruurtaada waxaad noqonaysaa qof jawaabteeda ku dhaca ciqaabana ka dhalanaysa arintaasi cadaab ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaa marka loo baahan yahay waalidiintu inay ku baraarugaan arintaas oo ilmahooda tarbiyadooda ay ku dadaalaan waxa arkaysan walaalayaa bulshada maanta aan ku dhex noolna in badan waxa laga cawdaa ciyaal xaafad walba dib waxay qabtaa u gaar ah caruurta xagooda ama ciyaal weeraha la yiraahdo ama magacyo kale ha loo bixiyo ilmahaasi haddii aad dib u raacdo in badan waxay ka timid fasaadkooda iyo dhibaatadooda tarbiyo xumo guryaha ka jirta inta badan hooyo waalidko kala tagay iyo qoysasko burburay qaar ay sabab u yihiin qaar sababteedu ay tahay waalidka laftirkooda inaysan dad fiican ahayn oo aabuhu liito oo hooyadu ay liidato qaar waalidkii oo macquul oo iska raan laakiin haddii dad jilcaan ah oo caruurta tarbiyadooda ku liita duruf kala duwan bay leedahay
تربية عرور توحى الربا أنت يريديهن العلاس للصعب نبينا صلى الله عليه وسلم ويل كوأوجا وها حسن ابن علي من أبي طالب وويل يروى أيوها حليات تمر لك صغات إنه عنو ضمعي هعوني بوير النبي عليه الصلاة والسلام وكعيش مركزوح الرعي ما أجد ميا بوير الصدقة وإن حرام نجتا أما علمت أن لا تحل ولا نصدق صدقة وإن سن حلال ما أهين ما أجد ميا وعنو يروى لكن لقيه صوح كل بعنا يا إنه كبر بارو صدقة إن عنان أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أضلعي وحكال برا يا حلاش يا حرامتا أصيب ولي عنو يرى المها يريركا مركي وحون عاد كو عرفت هذا ترى هذا واعب صدح جير مركويا ولي تميز مجاي أما أفر جيريا هذا والدك برا وحا واعب وحا نوي ونافسيه قفكو كو عرف واعب وكله أصوى أفر جيرا إلا وحا لغو برباريي حمانتو إني وحون تا وحا لغو برباريي وحي ونافسن إني وناقيه والدي قارو حارك يسا المها فود أجراي وعرفتنا لغايا مركي اللو اللبسالي عروق يروى حركة شن سنة جرا أو جيسها أو حيرانته هذا هو تنوح ولا عروق يقف في السهل يا في السهل يا أصلا في السهل ما الكل في السهل كوما يما أما هاس ولا جيسينا يا ولا يا هاس أنت أشدو إذا عدو وعشدو أي عروق هاس تمغلا يا أصلا أفر سنة جرا وعركة شن جري أفر جري إصلح له حايا أو هاسه لا دعسة يا سو قرآن برنا يا مك وحي وحى الوتر بيجي هاس وحى الوتر بيجي إنفود الله جرتوا قال هذا اللي سكوا كيسيو وحى الوتر بيجي نغن حمو نغن حمو الله سوكم بربارية أيده كسرعانية وعارك يا قارقود والدك بين شيء جاية أصلاً بين وشيء جاية هدي والدك بين تاوسن شيء بين وسن شيء عرورتنا وكلت دجال لما بين تنا وحنتها عرقو حكم بربارية بين تنا وحنتها إذا تربية عرورته الله جاجيو وهجاج مجتمع أيها هلك كإيماني هذه عرور التربية ولا بابي أو التربية ويانا وحماشة كإيماني عرور إن اللمان أو يفسه هذا وضن كان مركي لا صوف لا رعه أما الله جهد له بالشدة الصومالة وح أقوم بدن عرور تود في السهالية وخلافات كأنت بدن جريها كجرا خلافات كداخلية المها وحيابها اللمية إن قيب كتا هوي إيري بدن يا أبدا قال بدن جوري قدن حرب يا كتاع أفر لا تكسع ما أنت نوالس كو إيري يا مر هوي دي بو أبي لقيا مو قان قابو ما لو يسي عر رئيس أبوس دي يسي ولا تا المود هو كبر بارا يا فوضي كبر بارا يا والدين تو ضد كو يسكون دعي كران ويس خلاف كران لكن تربية ضو حكم إذا إن خلافات عروت لا يغري oo hadii jiraan wax aabuhu hooyada uu ka tabanayo ama ayadu ay ka tabanayso inay si gaar ah uga wada hadlaan caruurta isan goob joog ka ahayn laakiin caruurtaadu kuma maqlayaan adoo hooyada la dagaalamayo war xun dhahay ayaduna war xun ku jawaabaysa waxay keenaysaa caruurta laftirkooda inay dabeecad ahaan maqanka la qabsadaan waxa kale qayb ka ah hooyooyinka caruurta lagu furay ee hadana aan masuuliyadii waalidka ama aabayaasha xaqooda laga dayac aad ayuu badan tahay waliba hadda Soomaalida waxa aad moodaa in ay aabo iyo hooyo inta badan isku noqdeen hooyooyinka gabadhi caruur baa lagu furaya shan lix todoba waxa laga yaabaa bishii ama sanadkii ama laba sano inuu hal mar kaliya soo boodo ama caruurta warkoodaba uu raadiyo hooyadu qofdu mar weey kaliyad ilmiye kuma filna asalku waxa ay ahayd guriga inay maamusho aabuhuna tarbiyada caruurta iyo markay soo koraan asiga uu qabto ilmuhu markay 14 iyo sano iyo 13 sano bal 10 sano markuu soo gaaro wax cili kar waa yariin yani hooyadu ma cili karto waa ka awood badan yahay waa ka baxsanaya guriga waa ka dhumanaya qofka kaliya cunuga uu ka boqo aabaha waa hadaan nahay marka aabayaasha Soomaaliyeed waxa moodaa janibkaasi in dhaafi badan uu ka jiro waana waxyaabaha inta badan keenay caruurta inay naga fasahaadaan oo ay lumaan oo wada qaldan ay qaadaan waxa kale walaalayaal qayb ka ah ilmaha inta loo diro goobaha waxbarashada hadana aan laga warqabin caruurta waan dirnaa laakiin muxuu maanta la soo kulmay waxa laga yeelay la wareysa iskuulkii ama jaamacadii wuxuu ka abuuranayaa saaxiibo saaxiibada waxa laga yaabaa kuwa tarbiyadoodu liidatay inay yihiin hooyadii oo dadaalaysa
به ودلالية أي عنق وقعنته ولا وحكة سارية عيال الله صاحب صحبة الأشرار وحيابا قال علماء الله الله عليه كمتا علمها وحلومية انت بدن علمك لوا وهذا أركي سعر المساجد في كحرنا أو ونأكسنا أو مالك الدم الدربية تاغن يا لومية عيال الله صاحب والدك نكو مبراروين أو عنق قاقي الله صعلا لاسم ويدي ضيعات وين هي مسؤولية دي والله ضعي عيو أدو حق بدن أيام قرنا عني هدي أنا والدين صومالي براها بلشدة واحد لو بحي فساد كفراها بدن أو كجرو انت بدن قبلها عيال السوقية الله صوفر يستا اي قاقاون اي انشح درادة اي حشو درادة لفرنية هوي آبا داري قوري بيكسو توسان ميل بيكتر سيين وحكعونان haddii dhibaato soo gaarto qoys yar reera u taagan oo dhahay maxaa loo dhibaateeyay hadana cirdigeeda iyo sharafteeda ayay malaayiinta Soomaalida ah baraha bulshada ku jirta dhaxgeysa ayadoo qaawan aabi uga aamusa iyo waalidka uga aamusa dayus waay dayus ma leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam dayus wuxuu ku tilmaamay midka aan u qiiroon sharaftiisa iyo cirdigiisa aan u qiiroon gabadhaadu sharaftaada way ولاشا وشرفت هذا ضدك شرفت هذه عرض جاجا إن الحمار أيقو كجرا هذا وحكي بدلي كرا شبك ترا هذا نوع ده يسني هذا كم دوا وأنا واحد مجتمع كلاسي في السهادنا قبلها سوى حقتك كسارية نمن ظل يرى عيال صغيرة نمن كذا يرى ضعنا أيقو نوالدين بعد عليه قيسس يرري كسو جيدا ووقع مسيهين وحال قرر هذين يا إن الله يلا وحكم عوان متابعين يدد نجيست يدد كل حرمة أيضا نقال ير قرر هذين رجبا ورئيس تبرها بلشة أدو استعمال وحن كوير قبلها نسقاوينا يلا شيء جايو ما حا وجيرة وحيرا العجلة سيناي عرض جاذي شرفت هذا وحكم كذا نيسا كونتون دولار يا بغل دولار يا وحلا منه والدي ولان وحلا جايا بين أجوجاني أنوليهم ومسؤولية الروين و dadkii kama suul ka aha wa masuuliyadey bayaan aakhirana wa lisweydinaya oo ilaahi subhanahu wa ta'ala aktiisa wa hatta al hisaabta aya taala al-imam al-qayyim rahimahullah ta'ala wuxuu sheegay qisu sheegay wuxuu yiri wiil ayaa markuu koro nin weyn noqday ayuu aabihi caasi aabihi waa duqoba waayeel boo noqday wiilkiina caaq boo noqday aabihi ba marka caanantay wuxuu yiri waan ku soo barbaariyay waan ku soo koriyay markaas aad igu caasiyowdo maalinkan ku baahnaa markaas uu yiri aabe anoo yaraa igu caasaday buu yiri adiga anigaana anigoo weyn baa maanta ku caasiyay adigoo weyn oo waayeel noqday ayaan maanta ku caasiyay maxay yeelay markii aan yaraa ayaa igu xad gudubtay oo tarbiyadii baa iga lumisay waajibki iga ka saarnaa ayaad gudawaysay taana waxay keentay buu yiri markaan weynaaday adigana aad duqowday qof waayeel aan noqotay inaan caasi noqdo macnaa wuu la garamaya markaasi u fiirisana waa gar meesha ku jirta oo markaad cunugaaga si xun u tarbiyeyso beri mirahaaga guranaysa miri xumaanta ayaad beri guranaysa waxaan rabaa marka inaan waalidiinta Soomaaliyeed kula taliyo ilmaha Ilaahay siiyo subxaana wa tacaala waa nicma nicmadaasi in Ilaahay looga shukriyo dhanka kale waa amaano ilaahay ku dhiibay amaanadaas ina ilaahay waa baqdo subhana wa taala waa lagu itixaamaya waxa qayb ka ah tarbiyada xumada bulshadeena xaqeeda ka jirta iyo ilmahoon khayrka lagu dhiirigelin si ficil ah ayaa waxaad u arkaysaa inaan dhiirigelinayno cunugi inuu maadi kaliya barto diinkiina uu ka tago laakiin diinka barashadiisa aan xaqireyno waxa laga yaabaa in la yiraahdo waxa xaqireyna muslimiin baana waa run muslimiin baana laakiin ficilkeena aan dib u muraajaceyno hooyo walba iyo aabo walba markii ilmaha qaybna waxa loo diraa dugsiyada quraanka qaybna iskuulada loo diraa iyo jaamacadaha isku qiimo ma noo yihiin anaga agteena mas waa noo kala duwan yihiin hadaan waalidiinna way noo kala duwan yihiin cunuga iskoolka dugsiga loo diro lama daneeyo waxa laga yaabaa inaan si fiican loogu labisay waxa suurtagal ah inaan cadayga lagu la dadaalin
بل قاركود واحد بسيط الله درا ايغو عند كوفيش لو سو سو توسنت وري اورد بسيغا ايت نار وسخه وجه وسخه اف وسخه ايو معلم قال ورتغيا واخ لو اوغل يو دقالانا ما جرت معلم قد بسيغا مركو يرادو 10 دولار عنغا ان قرانك كبر الى هلا بخيو والدك وا دايرين اي وخل وخ ما هي ما بهلي كار معلم اسكول كميدك اده 20 دولار كو دغتا لعاتو لباتك دولار واديا دايره ماله بل مرر كار وخا لغا يابا ان لا يراهدو 3 بلود 4 بلود اسا سو راعي سو هرمري ايدو هرمر و ديبايا وخا او دهر بورصه وينو قرخونا لو ايمينيا يونيفورم لا يراهدو او غونيها لو سو توليا لعاق يرنا جيبكا لو غريداي وخا لا بريغا ماركي لا غارو خوغا شاه ميلها او عبو سمبوسي وخو غدغلو باكي اسكول كا لو ديرايو mid kan dugsiga aadaya koob shaah la ma ogola habad manna allah wa ogola dar wanaagsan la dirimaayo boorsana warkeeda daa adhootin u soo noqonaya dugsiga uu ka soo noqonay asigo rafaad macallinkii wax la ma ogola cunugina wax la ma ogola aad ka waran waxa arkay waalid inta macallin u tagay 10 dollar ma bixi karo maxaa yeelay cunuga jaamacad ay dhigto oo bisha 7 dollar laga rabaa يا بيش تضباطنا على قرب ساعة درت المعنى عنه تمن دور مهيرك واسلك قرلية والدودية وحور ربعين وشاكته ظروفه إنه شاكته لكن ظروفه وحوي تضباط إنه جامع عدو أقول لي قرآن كانوا سنتون وضلين المها أنصاص كثر بيينه قرآن كأكتر ضمحوك النقنايا وأنا سوي دينوا قرآن كحور جوه أركيا وحن مهم باهين ولذلك المها إنه مركب دبسيا القرآن ك ay dhiganayaan ama ay dhameeyaan wax ugu horeeyo codsanay waxa way halayga saaray dugsi farxad waxa waan dugsi laga wado waxa faraxsan yahay maxay yahay xabsi waa ka meeshan jail waa macallimiinta waa iska niyad jabeen ilaa markay arkeen bulshada iyo waalidkood dugsiyada daneeyeen qofka daala ku dhacay waa niyad jabeya markaas ay qaadkood waxay gaareen haduu macallin quraan yahay maxaqabta markaas ila waa qarinaya walaal maxaqabta shaqada qabato waa maxay wallahi wax saas ma qabto kuleeyaa xoga ilmo yar aan meel ku haahaaya midka ingiriiska dhiga ama maadooyinka kale maadiga dhiga waxa u naqaana khabiir iyo aqoonyahan u naqaana waad aragtay warbaahinta nin aqoonyahan ha wareysanina leey aqoonyahan kaas waxa laga yaabaa si loo tukado inuu saaqo ama salaad ay ka jabanta لكن قلبي انا وحكو هنا لي مادي معني القران كاقويه لو ما يقال اصيغ لفت الكيسن و هو اسكو اركا حرفته وهاي حرفه لا فيعيا اني تهايو و خا لغا يان انو سن شيغا كريم معنى القران هو او حشوناي انو يرادو عيد ما قران برا قرانك انو هيركاس نغا غار اولنا و خا اسكو اوغين ان ان دكسيده قرانك ودوين كا دخدس اون بوس لو اوغولين بعدما جامعاتها اي اسكولدا لليه دولا او ديارينهي xaafadan soo daga dhulkan jaamacad ha laga dhiso dhulkan iskuul ha laga dhiso markii dugsiga quraan yimaado hareero inta fiirfiiri wuxuu leeyahay macallin waxaan ku ogolahay wada gurigeeyga darbigiisa ku qabso wadada qarkeeda xooga jiingada oo dhowr mitir meesha ka dhiso markaas aan baawurta xaggan u marayaan xagga Rooma boorkiya macallinkii ilmihi ku baabiinaya meesha ninka ilmihiisa quraanka loo dhigayo guri weyn oo filaa ka soo toosaya quraanka hal qof uga ma ogolo filadaas laakiin iskuulku waa ogol yahay jaamacadna waa ogol yahay si macnawiya ayaan ilmahaana tarbiyad uga baabin meelahan dhaqan celinta ay dadka lagu xiro waxa ka buuxa kuwa maadiga soo dhameeyay takhaatiir kuwa aha kuwa dugsiga sare ka soo baxay kuwa jaamacada ka soo baxay ee marka muqaadaraad maara looga waay maxuu u taray maadiga ay baranayeen hadii walaalayaal diinka laga toobo oo ilaahi laga fogaado subhana wa taala adduun iyo aakhira midna noo hagaaginayso tarbiyaduna waa inay ka bilaabato waalidiinta inay horta qalbigooda ku weyneeyaan kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilmahaana inaan dugsiyada quraanka u tusino inay tahay meesha ugu muhiimsan la dhigto macallimiinta inaan dhiirigelin oo runtii tahay xumada hadda dugsiyada inta badan laga sheegto waa niyad jab ka yimid xagga waalidka iyo xagga macallimiinta taasoo kaliftay inay sii yaraadaan dadka xufaada ee quraanka xifdinaaya hadda alxamdulillah waayay hadda waxaad moodaa quraanka iyo daneentiisa in meelo badan loo furay dadkuna noocan ma ay daneenayaan hadda
لكن ولي وحبنا نعلم ولي وحبنا نعلم والدين تبارك وحال ربا فعل أهان إن أم وجيان عنو قوانا أكسن مسائل كحيرا الدين كبران آية إنو كلاس الرأي عنو بكال نين أضايا أو إلميس أي مركز كو بحكي جوغان عرور أو دغت عرور تمرك اللبو قيبي وقيبنا حمر جوغان ومادي بي برطان قيبنا مركز كو كانو دين كي برطان لكن نكا سوح سمي أرن آدو فيعا أنتي وحبرشدة مادي قد دورتي إيو أنتي وحبرشدة ديني قد دورتي وحو فضلي أنتي ديني قد دورتي نو حيستبو أها أنتي دينك برانا يسو كل عمره قدر مدول بوحو ير عمران كابي حناي قال ذي كلا نوحو ير أذنك الدنيا دورتي لعكتا كل عمره يسالها هذا أذنك شقيستا أذنك سوى جامعة لك بحما يسان برفسورة نغم يسان الدنيا مرتا الدنيا شقيستا وكل عمره يستا لكن كوان علماء الله هاني وعمره ذا كابي حناي رنتي المها سوحي ونقطة النية لسوين إلا أن نغضان أرضا ضفق وفيعا محايا لقرب وفكا يستعابي حافظ مركو تغو عليها الشيخ غير كاين عدة دوح عليها محاضرة سأجيدنا يا كلمة أجيدي كوبي جامعة لها لغانا يا كوبي إسكول لها لغانا كل واسو فريسيا إنا أسيقى كده قيستان عنو قاسو حد ريما يا وحلوس الرئيسي كر الله قاضي إنا تهدين كأودانينا وحكسي قاضي يا مركا إن همذي سئي معنويا إنو كروسي قعو وحاربنا مركا عملو باهي ولا ليا إنا نجانب الدين تأن حوق سارم هذا الأهم إيا فعل أهم وتربية عرورتنا مساجد عرورتها على الصحراء مساجد ولا هجرون مساجد ولا قفوا قال مساجد والله ضيعي إلا قد ذيروا إلهي ونحرستم ويا سبحانه وتعالى ضطقوا على الدومية هاي مقايضها وحال الدومية هاي هوتيل لها وحال الدومية هاي جامعة هاي إسكول لها مساجد وحين أغلى مهجورة ما العدلاء ولا قتل أرنت أسنا خيركم بشارين الناس مساجد والدين تحكوا صحرمان عرورتوا لنا حكوا صحران taas aan waxa ku jirta tarbiyada iyo barbaarinta wanaagsan ay caruurteena midaas ay ku jirtaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu barayaa in caruurta loo hagaajiyo tarbiyadan walaalayaal waxa qayb weyn ka in caruurta loo duceeyo nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu naga reebay in caruurta habaarno ilmaha in la habaaro waa in iska ilaalo tarbiyo xumada ay ka mid tahay waalidiintu markay xanaaqaan qaar badan ba carabkooda wuxuu la qabsaday habaarka wuxuu leeyahay cunugii balaay Allah ku rido مصيبة الله كرده مصيبة دي بلايا ده أتكوها بارتها دي إلمها كرد عام مالك لكا آذي ميسكورغا يكسون غنيسا إلا مصيبة أسيا كرد عضي أسيا كان أبو كل جوغا وقرغا ومصيبة كوها بارتها تابدل كذا هداية ودعي هبينك قدنك الدم صوت وصو إلهي أبري إن إلهي سبحانه وتعالى كوها قاجي وطريق أنبياء إيا رسوشة إيا ضدك صالحين تلغو يقين الله سبحانه وتعالى مركو صفين يذكر ونأكسن وحير والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إلهي واحد نوهي بيسا حاجة حاسس كأنه عرورتنا كوبامكو القبوسنو المهن واحدكو القبوسن يسا مركي بارياليين ربي قد أطيع عيان دينك يكفي عيين مركز القبوس كوي هذا كان أي باري كوي مرك عرورته اللو دعيو يا الله باري إلهي سبحانه وتعالى عرورتها هاجيو قلبي ودنا الله توسيو عرورت المسلمين تدمانتود جزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى محاضرنا بكلمات انت سنكسو كوبيا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.